أكلات هلا معاكي. أنت دلوقتي في قناة أكلات هلا اللي بتعمل كل جديد، والنهاردة هتعملك وصفة جديدة. أكيد زهقتي من البطاطس المحمرة والبطاطس الشيبسي، وعايزة تجددي وتعملي شكل جديد وطعم جميل وأحلى لولادك يفرحوا بيه. يبقى أنت في القناة الصح. يلا مع بعض هنشوف. بس قبل ما ندخل ونشوف، احب افكرك ان اكلات هلا هي اللي عملت من البطاطس زلابيا لو تفتكري، وهي برضو اللي هتعمل من البطاطس بقسماط. هنعمل مع بعض بقسماط البطاطس بطريقة سهلة وجديدة وجميلة، وهتطلع لك هشة جدا ومقرمشة والشكل خير من الكلام. قدامك شكلها اهو بجمالها وبلونها الجميل. بقسماط ده ولا مش بقسماط؟ يلا بينا ندخل ونشوف هنعمل الوصفة الجديدة بتاعتنا دي ازاي. وبس قبل ما ادخل، ما تنسيش تنزلي تحت فعالي الجرس وتشتركي لو ما اشتركتيش، عشان بيشرفني وجودك معايا، وعشان نبقى أسرة مع بعض، أسرة قناة أكلات هلا. ومش هطول عليكي، يلا بينا ندخل ونشوف هنعملها ازاي. أهلا بكم في قناتي، قناة أكلات هلا. لو زهقتي من الطرق التقليدية بقى لتحمير البطاطس، يا بطاطس صوابع يا بطاطس شيبسي، زهقتي ولادك بيحبوا البطاطس طبعا وعايزة تغيري، تعالي أقولك على وصفة سهلة جدا وبسيطة وجديدة ولذيذة. بس الأول قبل ما أقولك على الوصفة، هفكرك إن أكلات هلا عملت من البطاطس زلابيا، صح؟ النهاردة بقى أكلات هلا هتعمل من البطاطس بقسماط. يلا بينا نشوف بقسماط البطاطس وطريقة تنفيذه. وصفة جميلة هتفرحك وهتفرح الولاد قوي وهيحبوها. يلا بينا نشوف. بس استنى قبل ما يلا هنعمل ايه؟ برافو، هننزل نعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وعشان انا بتشرف بمتابعتك. وهنعمل لايك، وياريت بقى لو شير كتير بقى كده وتظبطيني، ماشي؟ يلا بقى نشوف الوصفة. هنا عندي بطاطس مسلوقة اهي، انا سلقاها وعملها مكعبات، بهرس البطاطس اهي حلو، وبضيف عليها توابل بسيطة جدا. هضيف عليها ملح، فلفل، بابريكا، كمون، بس كده، وهقلبها مع بعض. وهضيف عليها شوية لبن عشان انا عايزة اغذيهم شوية، بسيط كده. كل انتي طبعا ملهاش مقادير، لان تبع الكمية اللي انتي عاملاها، انتي اللي هتتحكمي فيها بنفسك، ماشي؟ انا حطيت شوية لبن اهو، ومعايا لبن تاني لو احتجت ولقيت العجينة محتاجة هعمل تاني. وهحط عليها معلقة نشا كبيرة برضو على حسب المقدار اللي انتي هتعمليه. انا هعجن كل ده بقى مع بعضه، هزود شوية لبن، وقبل ما اعجن هحط ربع معلقة بيكنج باودر برضو. انتي لو زودتي المقدار، انا هنا عاملة بطاطسيتين بس، لو انتي هتزودي المقدار بتضعفي طبعا المقادير اللي عندك دي كلها. انا هعجن بقى العجينة دي حلوة قوي لحد ما ايه تبقى متماسكة مع بعض.
اهي البطاطس عندي زي ما شفتيها اهي بقت عجينة، هاخد منها حتة وهعملها بقسماطة كده السمك اللي انت عايزاه. وهنا عندي سمسم اهو، هحمرها هعملها في السمسم كده، هغرزها في السمسم بالطريقة دي، وبعدين هخلصهم واقليها في الزيت. بتطلع بجد هشة وجميلة، وهتشوفيها معايا اهو. هخلص بقى الكمية كلها وحمرها، وهرجع اوريكي شكلها والهشاشة اللي فيها اهي. هخلص وارجع لك. وادي بقسماط البطاطس او بطاطس البقسماط بالشكل الرائع الجميل ده، وهشة جدا جدا. وهجرب واحدة قدامك وهوريكي من جوه. شوفي بجد روعة والله وجميلة. جربيها وقولي لي رأيك، حاجة جديدة وتغيير عن المعتاد. زهقنا بقى من البطاطس المقلية، بطاطس مقلية والشكل زي ما انتوا شايفين، ووصفة مفيش أسهل من كده. وإن عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك والشير، ولازم تجربيها، جربيها واحكمي. وعايزة أسمع آرائكم في الكومنتات، ويلا باي.